هل أصبحنا الآن في زمن البشر الافتراضيين؟ اليوم الذي فيه سنكتفي بأصدقاؤنا الإلكترونيين؟ هل خيوط العلاقات الإنسانية على وشك أن تنقطع وتتلاشى لتبقى ذكرى؟ تابعوا هذه الحلقة المميزة والمثيرة وما فيها من معلومات قد تصيبكم بالدهشة، ولا تتعجب أنها بالعربية الفصحى. مهما كانت لهجتك، من المهم أن تركز وتفهم. مرحبا بكم يا أصدقائي، أنا رامي إبراهيم من جي توب ميكس أكاديمي، وحلقة جديدة من تكنوميكس. شركة لايت فارم ستوديوز المتخصصة في صناعة الجرافيك قامت بنشر تويتا على موقع تويتر تعرض صور لشخصية تسمى سام. الملفت للنظر هو علامة سامسونج جالاكسي على الرضاء الخاص بها، وانتشر أن سام ستكون المساعد الافتراضي الذي سيحل محل المساعد الافتراضي الحالي بيكسبي المتوفر على هواتف سامسونج جالاكسي. ولمن لا يعرف بيكسبي، فهي بالنسبة لهواتف جالاكسي مثل سيري لهواتف الايفون. تستطيع أن تتلقى الأوامر الصوتية وأن تتحدث معك وتقوم بالعديد من المهام دون لمس الهاتف. المثير في الأمر أن سام ربما تكون أول مساعد افتراضي مرئي بتقنية ثلاثي الأبعاد أو 3D، أي بدلا من أن تتحدث فقط ستتفاعل معك من خلال انفعالات مرئية اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. إلا أن شركة سامسونج لم تصدر أي إعلان رسمي عن هذا الأمر بعد، وربما كلما انتشر ما هو إلا شائعات عن تغيير المساعد بيكسبي بسام. ولكن هل هي حقا شائعة أم مجرد تجربة كاختبار لردة فعل الجمهور؟ انتبه، لقد ظهرت النتيجة. الجمهور على استعداد تام وتقبل لتكنولوجيا البشر الافتراضيين على الهواتف. ولكن من هم البشر الافتراضيين؟ هم شخصيات من صنع الذكاء الاصطناعي، لهم القدرة على التحدث والتفاعل، والأهم من ذلك التعلم. لا تخف، أنا لست واحدا منهم. أحتاج إلى التشجيع للاستمرار من خلال النقر على زر الإعجاب لايك، وقم بالاشتراك وتفعيل الجرس على أول ليصلك جديد القناة. تخيل معي أنك على موعد مع صديقك الافتراضي، وكل ما عليك هو عمل مكالمة فيديو من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ليظهر أمامك شخص تم تصميم شكله ثلاثي الأبعاد بالكامل من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي. أيضا هذا الشخص يعرفك ويعرف شخصيتك، يعرف ماذا تحب وماذا تكره، يتوقع كيف يسعدك أو يجعلك في أسوأ الأحوال. هذا الإنسان الافتراضي هو صديقك، وقد يتحول يوما ما إلى شخصيتك وكأنه التوأم الرقمي لك. هل تعتقد يا صديقي أن هذا ما هو سوى في أفلام الخيال العلمي؟ جينيا كوايدا جعلته واقع بين يديك على هاتفك الذكي من خلال رابليكا، هذا التطبيق الذي تم إنشاؤه كنتاج لقصة مأساوية. رابليكا هو صديقك أو صديقتك الافتراضية التي تستطيع أن تراسلها من خلال المراسلات النصية أو الشات، وإذا قمت بدفع القليل من الدولارات يمكنك أيضا أن تتحدث معها صوتيا، بل ويمكنك أيضا أن تحدد شكل العلاقة بينك وبينها. هل هي مجرد صداقة أم أكثر من ذلك؟ رابليكا تطبيق تم بناؤه بالكامل اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ومهمته الأولى هو جمع معلومات عنك وعن شخصيتك وحياتك الخاصة ليصبح أنت، أو بالأصح النسخة الافتراضية منك. سأقوم لاحقا بتخصيص حلقة منفردة لقصة إنشاء هذا التطبيق وخطورته. هذا التطبيق ما هو إلا شكل بدائي من أشكال هيمنة البشر الافتراضيين على حياتنا. الحقيقة التي قد لا يدركها البعض أن الإنسانية في ظل الصراعات السياسية والاقتصادية بدأت في التفتت بالفعل، والأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت منا أنصاف بشر في مخيلاتنا. فكم صديق لك مقرب وربما قد تكون شاركت معه معلومات عن حياتك الخاصة
وربما أنت لم تقابله وجها لوجه من قبل. ثقتك فيه فقط مبنية على ثقتك في المعلومات والمنشورات التي يشاركها على الفيسبوك أو تويتر. تخيل معي أن هذا الصديق المقرب والذي تكن له كل الحب والاحترام غير موجود بالفعل، وما هو سوى برنامج ذكاء اصطناعي مرتبط بقاعدة بيانات ضخمة وتحليلات لتلك البيانات، حتى يستطيع أن يقرر هذا البرنامج متى وكيف يستطيع التواصل معك ليحقق هدف ما. قد يكون هذا الهدف هو أن تفرح أو تحزن أو تثور وتغضب، ولكن هذا ليس كل شيء، وربما الهدف الأكبر هو جمع عنك أدق البيانات عن شخصياتك وهويتك واعتقادك واتجاهاتك من خلال الرسائل النصية أو حتى الصوتية. هل تتساءل لماذا؟ لكي تفهم الإجابة عليك أن تركز معي. جينيا كويدا مؤسسة شركة لوكا المطورة والمالكة لتطبيق رابليكا توفي صديقها في حادث، ومن خلال الرسائل النصية والصوتية بينه وبينها تم تغذية البرنامج بتلك البيانات، ومن خلال الذكاء الاصطناعي تم إنشاء بشر افتراضي بشخصية صديقها يتحدث ويفكر ويتفاعل مثله، بل أيضا يحمل هذا البرنامج الكثير من الذكريات عنه. هذا ليس كل شيء، هذا البرنامج أيضا قادر على التعلم والتطور، أي بمعنى آخر صديقها الحقيقي أصبح هو الصديق الافتراضي، مضافة له ميزة التطور والخلود. حسنا، تكنولوجيا نسخ البشر الحقيقيين إلى افتراضيين محققة بالفعل، وكل ما نحتاج إليه لإتمام هذه العملية هو آراؤك وتفاعلاتك سواء كانت مكتوبة أو مصورة، وتلك البيانات بالفعل مخزنة منذ سنوات على قواعد بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التطبيقات التي تستمع إليك وترسل صوتك ليتم تحليله وتحويله إلى نصوص بهدف ظاهري أن تلك الشركات تريد فقط عرض الإعلانات المناسبة لك. ولكن ربما يكون الأمر أكثر من ذلك، ربما تهدف تلك الشركات لتحويل البشر الحقيقيين إلى بشر افتراضيين. هل تشعر بريبة أو خوف؟ لك الحق في ذلك، ولكن ما سوف أطرحه عليك الآن ربما يجعلك متحمسا لهذه التكنولوجيا. تخيل معي أنه قامت إحدى الشركات الشهيرة بعرض خدمة جديدة، وهي إعادة صديقك المتوفي في هيئة إنسان افتراضي على صورته وهيئته، وتستطيع أن تتحدث مع هذا الصديق في أي وقت وأن تشاركه جديد حياتك صوت وصورة، بل أيضا تستطيع أن تستشيره في أمر ما ليأتي لك الرد على حسب شخصيته الحقيقية. على ما أعتقد أن خدمة كهذه مهما كان ثمنها فهو رخيص، خاصة إذا كان الإنسان المفقود من المقربين مثل الأب أو الأم أو الأخ. وقد تقوم هذه الشركات بالدفع لك في مقابل أن يقوم بإنشاء بشر افتراضيين على نسختك. قد يكون لك حبيب يتمنى أن يتصل بك أو يتحدث معك، ولكن لسبب ما أو ظروف ما لا يستطيع، فكل ما عليه هو الدفع لتلك الشركات ليتمكنوا من التحدث معك وقت ما شاء. هذا الكلام يذكرني بمسلسل النهاية ليوسف الشريف، عندما قامت حبيبته بإنشاء روبوت شبيها له وقام ببرمجته على أن العلاقة بينها وبينه رومانسية. هذا ما أقصده، وأرشح لك مشاهدة هذا المسلسل لأنه يشمل الكثير من الحقائق العلمية والتي تم الوصول إليها بالفعل، على الرغم من أن هذه الفكرة رائعة ومحببة لقلوبنا بالفعل، لأننا نستطيع أن نتواصل مع من نحب وأيضا أن نتحكم في العلاقة كيفما نشاء، إلا أن ما نحب في تلك العلاقات هو الخطر الأكبر. علاقات البشر الحقيقيين مع الافتراضيين قائمة على التحكم الكامل من قبل الحقيقيين، ستجعلنا في عزلة مكتملة وتامة لأن العقل البشري اختار الأسهل والأضمن، لذلك سيصعب على الإنسان الحقيقي أن يتعامل مع إنسان حقيقي مثله،
اعتقادا منه أن تلك العلاقة غير آمنة. الإنسان الافتراضي مهما قلت له أو فعلت معه، هناك ضمان أن هذا الإنسان لن يرحل أو يغضب أو يتمرد عليك يوما ما. بل أيضا هذا الإنسان الافتراضي قد يحقق لك ما قد لا يحققه لك الإنسان الحقيقي. الإنسان الافتراضي ستعتقد أنه خالد ولن يموت، أما الحقيقي فمن الممكن أن يموت في أي وقت بلا مقدمات. الخوف من الفقدان سيجعلنا نقوم بنسخ من نحب ونتعامل مع النسخ الافتراضية لهم حتى وإن كانوا على قيد الحياة، فإذا رحلوا سنتجنب ألم الفقدان مدام الافتراضي مضمون وموجود. هل تعتقد أن ما أخبرتك به الآن ميزات وفوائد؟ إذا كانت إجابتك بنعم، هذه المصيبة. المخ البشري عنده قدرة على التأقلم والاعتياد وبناء المشاعر والأحاسيس بالأشياء. مثلا قد تعشق ساعتك اليدوية التي ارتبطت معك بذكريات ومواقف كثيرة، وإذا فقدتها قد تشعر بالحزن الشديد، قد يصل إلى الاكتئاب. أي بمعنى آخر، العقل البشري يعطي للأشياء قيمة ومعنى بناء على الأحداث والذكريات. هل تتخيل معي الآن معنى وقيمة هذا الإنسان الافتراضي الذي تراه على الشاشة، الذي يتخذ شكل صديقك أو والدتك أو حبيبتك، يتحدث ويتفاعل ويعبر مثلهم وكأنهم هم؟ سيتجاهل عقلك الباطن الحقيقة أن هذا الإنسان الافتراضي ما هو سوى الملايين من الإلكترونات التي تسير في الأسلاك والموصلات والدوائر الكهربائية، وأن ما وراء ما تراه وتسمعه الآن طرف ثالث، المطورين الذين يحسنوا ويحدثوا الخوارزميات الخاصة ببرمجة هذا الإنسان الافتراضي. سيتجاهل عقلك كل هذه الحقائق وسترتبط نفسيا ووجدانيا بهذا البرنامج، وسيثق عقلك ثقة عمياء في هذا الإنسان الافتراضي لتشاركه أخطر أسرارك وتفاصيل حياتك، مثلما وثق عقلك في مواقع التواصل الاجتماعي وجعلك تشارك صور أولادك وزوجتك وحياتك الخاصة عليه. والنتيجة انفصال تام عن الواقع وسيطرة كاملة على كل فرد إنسان حقيقي. من المحتمل أن يكون مصدر رزقك في مقابل مشاركة شخصيتك من خلال هذا الصديق الافتراضي الذي يغذي نسختك الافتراضية بمعلومات عنك، وقد تشعر أنك أنت المتحكم والمسيطر على الصديق الافتراضي، ولكن لن تدرك أن انقلب السحر على الساحر وأصبح صديقك الافتراضي هو من يتحكم فيك، وقد يقوم بتغيير اعتقاداتك واتجاهاتك من خلال زرع الأفكار في الأوقات المناسبة لحالتك النفسية، بل والأخطر هو الهروب التام من الواقع من خلال النظارات الافتراضية المتطورة والأجهزة التي سترسل من خلال جهازك العصبي إشارات إلى مخك، ستجعلك تعتقد حقا أنك أمام هذا الصديق، تراه وتسمعه وتتفاعل معه وكأنك في الحياة الحقيقية. حسنا، أعلم أنك تقول أن هذا الكلام جنون ومن المستحيل أن يحدث. ابحث واقرأ واتبع العلامات لتصل إلى حقيقة قد يكون الاعتراف بها يحتاج الكثير من الشجاعة. لا تنسى النقر على زر الإعجاب لايك والاشتراك في القناة والتأكد من تفعيل الجرس على أول، وتعليقك هام جدا بالنسبة إلي. أشكركم على المشاهدة وألقاكم على خير.